الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، تتواصل انطلاقات المساء، تتواصل الأشواط الرئيسية الخاصة بسن الحقائق. الأربع كيلومترات هي الحاضرة في أول أيام هذا السباق الكبير الذي تواجد به أبناء دول مجلس التعاون الخليجي من كافة ميادينه، مشاركين في هذه الفرحة. قبل كل شيء أهني دولة قطر على اليوم الوطني لهذه الدولة العريقة، أهني أبناء قطر، أهني الشعب القطري الوفي بهذا اليوم المبارك. على بركة الله ننطلق مع شوطنا الثاني عشر، وتعلن بداية جديدة في هذا الشوط، تعلن انطلاقة القعدان وتبدأ رحلة جميلة من مسافة الأربعة كيلومترات الحاضرة في هذا المساء. السيارات، الجوائز العينية القيمة اللي رصدت لمن يفوز بهذه الأشواط الخمسة عشر الحاضرة في هذا المساء، البداية والانطلاق في هذا التحدي ومقدمة الشوط والصدارة في هذه اللحظة مقدمة الشوط، ومن يتواجد على المقدمة وعلى الصدارة في هذا التواجد لأرشاد وأحمد الشيبة بن صالح المزروعي على مقدمة الشوط وعلى الصدارة. المركز الثاني وجود سلام محمد بن سالم الغيلاني من أبناء السلطنة على المركز الثاني، يلي في ثالث المراكز اللامع وشعار بن مقارح مع اللامع راشد بن بخيت بن مقارح. المركز الرابع وجود الشبابي محمد بن ناصر بن عبيد المري مع المركز الرابع. المركز الخامس، وجود المتحد سالم بن مبارك بالضعيف المري. يا سلام، هذه الأسماء الخمسة المتواجدة في هذا النداء وهذه الكوكبة الخماسية المصرح لها بالنداء. نعم، المراكز الخمسة الأولى المنطلقة والمندفعة في هذا المساء الرياضي الجميل من ميدان التحدي، نقلا حيا مباشرا عبر قناة الريان الفضائية المتابعة لما يدور في ميدان التحدي، ميدان الشحنية. أعود إلى مجريات الشوط، ها هي لانتصاف المسافة، لوحة الكيلو وين عن خط النهاية. أيضا في المقدمة لازال أرشاد وأحمد الشيبة بن صالح المزروعي مع المقدمة، أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة على المقدمة وعلى الصدارة. المركز الثاني، أبناء السلطنة مع وجود سلام محمد بن سالم الغيلاني مع المركز الثاني، وأبناء الشحنية يتواجدون في ثالث المراكز بوجود شعار بن مقارح، راشد بن بخيت بن مقارح يتواجد شعاره مع اللامع على المركز الثالث، المركز الرابع من صح على المركز الرابع عبد الله بن سهيل بن نصيب العفاري اللي يبحث عن تحقيق نقطة أخرى في هذا المساء. المركز الخامس رمشان جابر بن فهيد العفرة المري. ها هي الأسماء على حضراتكم، ها هي الأسماء الخمسة مرة أخرى على حضراتكم، ونحن ننطلق في هذا الشوط، الشوط الثاني عشر الخاص بالقعدان، شوط خصص للقعدان. والمقدمة في هذه اللحظة لا زال يقود هذه الأسماء الكبيرة، لا زال إرشاد على المقدمة، أحمد بن الشيبة بن صالح المزروعي على مقدمة الشوط، هذا الشعار الجميل اللي يحمل انطلاقة إرشاد على المقدمة وعلى الصدارة. المركز الثاني منصح عبد الله بن سهيل بن نصيب العفاري مع ثاني المراكز، مع المركز الثاني. المركز الثالث شعار الغيلاني على المركز الثالث مع سلام محمد بن سالم الغيلاني. المركز الرابع بن مقارح مع رابع المراكز مع اللامع راشد بن بخيت بن مقارح المري. المركز الخامس، هذه لحظات انطلاقة المركز الخامس، وجود سنجار سعيد
أو سعد بن سعيد بن رفادة المري، خلوني مع المقدمة، المقدمة 600 متر الأخيرة عن السيارة، عن السيارة وعن الناموس، عن السيارة يا العفاري، عن السيارة، السيارة بالانتظار، انتظار من يفوز بالمركز الأول. شوف المركز الثاني، وجود جراح سليم بن سالم الغيلاني أيضا على المركز الثاني، بن رفادة وصل على المركز الثالث، المركز الرابع مولى أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي مع المركز الرابع، انطلق إلى المركز الثاني، إلى المركز الثاني. شوف الصراع من أجل السيارة، من أجل السيارة، السيارة وين؟ السيارة وين؟ الناموس وين؟ من صح على المقدمة، بن رشيد قادم، بن رشيد قادم، خطف السيارة باللحظات القاتلة، بن رشيد خطف السيارة مع مولع، مولع ولع الشوط، أنهى هذا الشوط، أنهى هذا الشوط. شعار أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، تهانينا والناموس على فوز مولع بالمركز الأول وحصوله على السيارة. المركز الثاني، المركز الثاني سلام محمد بن سالم الغيلاني، المركز الثالث، المركز الثالث سنجار سعد بن سعيد بن رفادة المري، المركز الرابع، المركز الرابع جراح سليم بن سالم الغيلاني، المركز الخامس، المركز الخامس من وصل من يحمل الرقم 40 إرشاد أحمد بن الشيبة بن صالح المزروعي. تهانينا والناموس، ها هو التوقيت الزمني المميز أيضا 6